احنا هذه يعني عملية مستمرة مع كل تشكيل حكومة أو قرار موازنة، يكون هناك أدر هنالك صراع ما بين الإقليم والمركز، وهذه مو المرة الأولى من خلال يعني متابعتنا لكل الدورات البرلمانية أو قرار موازنة. هذا الخلاف موجود وأزلي ومستمر، ويستمر حتى الدورات القادمة. أما فيما يتعلق بسؤال جنابك سيدي العزيز حول تراجع اللجنة النيابية، أخي الكريم، احنا اليوم المشكلة احنا اليوم ما عندنا برلمان مثل ما تعرف ويعرف الضيفين الكريمين، احنا عندنا مجلس نواب، وهذا مجلس النواب هو بالحقيقة انجاز الوصف هو عبارة عن مسرح دمى. الكل تحرك بخيوط من خلف الكواليس، سواء كانت من خارج الحدود او من اروقة او اقبية البرلمان او الغرف او المطابخ السياسية. فأما فيما يتعلق بقرار اللجنة النيابية، أعتقد هو قرار سياسي أكثر من كونه قرار فني. فيما يتعلق بالتراجع، نعم سوف يكون هنالك تراجع، خصوصا قبل فترة وحضرتك ذكرت هناك كان اجتماع في منزل السيد المندلاوي. المندلاوي نعم. ضم عدد من القيادات بحضور السيد رئيس الوزراء، فتم الاتفاق على تجاوز بعض المقترحات والتعديلات، لأن السيد السوداني والسادة الحضور لمسوا إصرار وصلابة الجانب الكردي على عدم السماح بالتلاعب بالمستحقات الكردية، كما أن الجانب الكردي يستند على قاعدة أو قرار قانوني، وهو قرار المحكمة الاتحادية رقم 35 لعام 2021، الذي ينص: لا يجوز للبرلمان التلاعب بالقانون الموازنة المرفوع من قبل الحكومة إلى البرلمان، نعم ولكن يسمح له بالتغيير في الأبواب والمناقلة ما بين مناقل الأبواب. هذا أي مناقلة، وليس التلاعب بحذف أو إضافة أو استحداث. لذلك عذرا الأخوة الكرد دا يتعاملون مع الأزمة بقوة، على سند، مستندين على سند قانوني، طيب فضلا عن أن الأخوة في الإطار التنسيقي يريدون يضربون عصفورين بحجر واحد، بحجة ضرب الأكراد هو تحجيم، يحاولون تحجيم وتقزيم السيد السوداني وعدم السماح له بالخروج من الدائرة أو المساحة التي تم رسمها له من قبل الإطار التنسيقي.